الحضور ديالي هو من طرف دعوة من طرف إدارة معرض الفرس. فرحان بزاف بالتواجد ديالي في هذا المعرض، وأنني اكتشفت الفرس واكتشفت الأروقة ديالو وحضرت التكريم الناس الفائزين في هذا المعرض هذا، بالنسبة للناس المربين الفرسان أو اللي كيمتعطيو الفرسان. فرحان بزاف. الجديد هو ألبوم إن شاء الله زكريا الغفوري 2020، اكيد ضمن ما بين 6 و 8 الاغاني. بوغ لو مومون حنا حاطين 6، نقدروا نزيدوا جوج. فيه ستيلات مختلفه، فيه الراي، فيه المغربي الاصيل، فيه الامازيغي، يعني الستيل الزياني الامازيغي. كاين بزاف ديال الحوايج ميتكتشفوا ان شاء الله، والاغنيه الرومانسيه كذلك. يعني زكريا واش من الفنانين اللي كيبغيو يشاركوا حياتهم الشخصيه يعني مع لي فان ديالهم في الريزو سوسيال؟ ماشي بزاف، الا كانت شي مناسبه مثلا هكا الاجواء ديال العيد ولا الاجواء شي حاجه اخرى. كنبغي الفنان يكون متواجد بفنه اكثر ما يكون متواجد بحاجه اخرى، حيت هذاك هو الاهم. ديجا صورت برنامج ساعه سعيده، كنت من الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه اللي كانت على برنامج ام بي سي 5، كاين برنامج سترايك كذلك صورته مع الممثل عبد الاله رشيد، كنوجه له تحيه، وغيكونوا كذلك اطلالات اخرى ان شاء الله. شعور لا يوصف، تبوريشه، وكتشوف بان هذوك بما ان هذيك الفئه قدرت انها تحفظ الاغنيه ديال ارقمتي لي بهره بهره، واخا ما كيفهموش لا بلوبار، كاين بزاف ما فاهمينش بهره بهره. هادشي كيفرحني لان كاين واحد الرساله ان الكلمه الامازيغيه قدرت انها تحفظ، كاين الحفظ على التراث الامازيغي، وان الحمد لله الجهد ديالك ما كيضيعش. واش غادي نقول لك؟ هادشي كاين موجود في العالم، باش غير ما نقول ان الملك الجزائري موجود حتى في الولايات المتحده الامريكيه، اكبر طوف بزاف د الحوايج. هادشي كاين. انا كنقدر نقول ان يمكن الاعلام الفاسد للاسف الشديد كيسلط الضوء ديالو بزاف على هادشي. يعني كاين اللي مثلا كيبغي يبين الحقيقه، كاين اللي كيبغي يربح نسب مشاهده في هادشي. مي المغرب بلد جميل، يعني الامن كيقوم بالدور ديالو على اكمل الوجه. ضروري كيكونوا بعض المشاكل، هادشي كاين في العالم، وكنتمناو السير المستلم من هذا البلد الامن. تحيه لهم، شكرا لكم بزاف على دعمكم وعلى لي كومونتير ديالكم الجميله، وتسناو الالبوم ديالي زكريا الغفوري 2020. مرحبا بكم، ميرسي بوكو.